حديث ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الموجب والسالب. جروب بدر تقول انت موجب ولا سالب؟ طب انا مش عارفه ايه. طب انت اقتلوهم الفاعل والمفعول. الصحابه كلهم اجمعوا على قتل اللوطي، لكن اختلفوا في طريقه القتل. منهم ان قال لا يحرق بالنار، ده راي سيدنا علي، افقه اهل الارض سيدنا علي، واخذ به سيدنا ابو بكر. ومنهم قال لا، اللي يرمى من اعلى مكان شاهق ويطبع بحجار، ده قول ابن عباس. ومنهم قال يرمى بحجاره حتى يموت، وده ده سيدنا علي وسيدنا عباس الاثنين اقروا. طب بالنسبه للبنات تقول لك السحاق واللي هم بيعملوه هي حكمه بقى زي اللواط؟ العلماء قالوا كلهم قاطبه كل العلماء على حرمه السحاق بين النساء. ما يقولوش انا مثلي، بيقولوا انا مش بقولوش شاذ، يقول لك انا مثلي جاي، انا مثلي عشان الشياكه يعني، وما يكونش لا هو انت شاب ولوطي وسحاقي، ها